اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي، ميعادنا مع شرح ماده اللغه الانجليزيه الترم الاول المنهج الجديد، وميعادنا مع يونت 4 ليسن 3 اند 4. وزي ما احنا متعودين ان كل يونت بيبقى عباره عن 3 فيديوهات، وده فيديو رقم 2 ليسن 3 4 وي ار يوزنج تكنولوجي. ده عنوان الدرس بتاعنا، وي ار يوزنج تكنولوجي، احنا بنستخدم طبعا التكنولوجيا. ناخد الفوكابولري مع بعض. Wear wear your teddy، يلبس يعني pencil طبعا على رصاص. mime يعني يمثل تمثيل صامت. mime insects حشرات. sky اللي هي السماء. need يحتاج. park حديقة عامة. wait ينتظر. review يعني راجع. action طبعا اللي هي الحركة، زي فيلم اكشن مثلا، فيلم الحركة. uniform زي موحد. puzzle loss. lunch time وقت الغداء طبعا. around حوله. similar متشابه. advice نصيحة. sunny مشمس. bring يحضر. spelling الهجاء spelling او الهجاء. partner شريك. shoes حذاء طبعا. ويف طبعا يلوح او يشاور يعني، ومعناه موج كمان، كلمة ويف معناها موج. نيتشر طبيعة. جاردن اللي هي الحديقة، بس دي حديقة المنزل اللي هي بتبقى حوالين البيت يعني. اكايت طيارة ورق. مستيك خطأ. توداي يوم. ايجل اللي هو النسر. جرامر اللي هو قواعد النحو، الجرامر. هات يعني ايه؟ ساخن. هات. طيب ناخد الـ conjugation of irregular verbs، تصريف الأفعال الشاذة احنا زي ما احنا متعودين. ده الـ present، ويبقى في الـ past شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا متعودين ان الـ present بتحط له ed بيتحول لـ past، بس في الـ regular verbs الأفعال الشاذة بتبقى مختلفة خالص. زي bring يبقى brought، gh ما بتنطقش. fly يبقى flew. sit تبقى sat. wear تبقى war. drink تبقى ايه؟ drink. ناخد الاوبزيتس الكلمة وعكسها. cold hot. give take. similar different. cold hot give take similar different. confusing words الكلمات اللي هي شبه بعضها شوية ممكن تلخبط. a drink يعني مشروب. drink يعني I need a drink مثلا، عايز مشروب، وكلمة drink يعني يشرب. bring يحضر. ring يعني رن. bird ودي beard اللي هي الايه؟ لحية، ودي bird. تمام. wear و wear يعني يرتدي او يلبس، و wear يعني كان. و advice نصيحة. advise يعني ينصح، و advice النصيحة نفسها. طيب ال propositions طبعا مهمة جدا، حروف الجر. put your hand up ارفع ايدك لفوق يعني. smile at يبتسم لي لحد معين. smile at. photos of صورة لي. under او صور لي. under a tree تحت الشجرة. stand up يقف. write with a pencil وهكذا. on a mobile يعني على الموبايل. at the break time اللي هو وقت البريك او وقت الفسحة. sit down يعني اجلس. طيب language notes. كلمة computer studies دي تعتبر مفرد، ليه بقى؟ لان هي معناها دراسات كمبيوتر، بمعنى ان هي حاجة معينة. يعني دايما بنقول ايه؟ ان دي مجموعة اسمها كده، فالاسم طبعا اسم كأنها اسم حاجة واحدة. واخدين بالكو؟ يعني دراسات الكمبيوتر دي هي حاجة واحدة، دراسات الكمبيوتر حاجة واحدة بس. فكمبيوتر ستاديز دي تعامل معاملة المفرد، مع ان اخرة ستاديز دي دراسات يعني جمع، لكن كمبيوتر ستاديز تعامل معاملة مفرد. فعشان كده اقول ايه؟ is computer studies is my favorite subject، لان دي مادة، دراسات الكمبيوتر دي تعتبر مادة، فمادة واحدة يعني.
واخدين بالكم؟ fly a kite يطير طيارة ورق. bring a drink يحضر مشروب. bring a drink. sit under a tree يجلس تحت الشجرة. sit under a tree. give advice ينصح أو يدي نصيحة أو advise يعني. تمام؟ طيب جزء بتاع listening نسمع كده conversation ما بين two sisters. what is Rhonda doing؟ Rhonda بتعمل ايه؟ Rhonda وشريفة. Rhonda بتقول لها hi شريفة it's Rhonda. Oh hello Rhonda where are you? Are you at home؟ انت في البيت؟ قلت لها yes. ده بتكلمها في التليفون بقى. Rhonda بتقول yes and uncle Yasser is here with our cousins Hala, Reem and Samira. وانكل ياسر موجود كمان مع ولاد عمتنا هالة وريم وسميرة. What is mom doing؟ ماما بتعمل ايه؟ قالت لها she is looking at a website she wants to make a cake. بتدور على بتبحث في الويب سايت عايزة تعمل كيكة على وصفة يعني. شوف يام mom makes the best cakes. ماما بتعمل احسن كيكة. is she using the tablet؟ هل هي بتستخدم التابلت؟ No she isn't. she is using the laptop. بتستخدم لابتوب. Uncle Yasser is using the tablet. He is writing an email. هو بيكتب ميل. طيب شريفة is grandmother watching TV؟ هل الجدة بتشاهد التلفزيون؟ قالت لها yes she is. It's her favorite program on now. Of course. It's her favorite program on now. خلي بالكم من الجملة دي it's her favorite program. ده برنامجها المفضل on now. يعني on يعني ايه؟ يعني on هو يعني هو متذاع دلوقتي في الوقت الحالي. كلمة on now يعني في الوقت الحالي متذاع دلوقتي. Of course طبعا. What are هالة and سميرة doing؟ هالة وسميرة بيعملوا ايه؟ They are taking selfies in the garden. بياخدوا صور سيلفي في الايه؟ الحديقة. Again they are always taking selfies. Taking selfies. They are always taking selfies. دايما بياخدوا سيلفي على طول كده. I know Reem isn't taking a selfie. She is listening to music on her MP3 player. Reem ما بتاخدش سيلفي, بتسمع موسيقى على الـ MP3 بتاعها. She is a good dancer. هي بتعرف ترقص كويس يعني. She is a good dancer. What are you doing Rhonda? انت بتعمل ايه يا Rhonda? I am talking to you. انا بكلمك يعني بعمل ايه؟ اوه يس ها ها ها. تمام. فدي محادثه conversation ما بين Rhonda وشريفة. ناخد correct the mistakes, listen and check your answer. ما بين جودي وليلى. تمام. هاي ليلى وير ار يو؟ هاي جودي اي ام ان ذا بارك وذ ماي فاميلي. What are you doing there? بتعملي ايه؟ I am sitting under a tree. انا قاعدة تحت شجرة. It's very sunny. الجو مش جميل. طبعا في الشتاء. Judy, are your brothers sitting too? هل اخواتك قاعدين معاكي؟ No, they aren't. They are playing football. هما بيلعبوا كورة. Judy قالت لها, is your dad playing football with them? هل بابا بيلعب كورة معاهم؟ قالت لها, no, he isn't. He is not here. He is working today. هو بيشتغل النهاردة. But my uncle حسن is playing football. بس ما انكل حسن بيلعب معاه. جودي what is your mother doing؟ ماما بتعمل ايه؟ wait here she is. oh she is bringing me a drink of water. بتجهز لي او بتجيب لي يعني مشروب مية او شوية مية. thanks mom. شكرا ماما. طيب ناخد جزء بتاع reading. read the puzzle. سوها is not making a video. سوها مش بتعمل فيديو call. but she is talking to her friend. بس بتكلم صديقتها. أميرة isn't using any technology. أميرة ما بتستعملش أي تكنولوجيا خالص. فاطمة has got long curly hair. فاطمة شعرها طويل وعندها curly hair. she is writing. بتكتب. هالة is using her mobile phone. هالة بتستخدم الموبايل فون بتاعها to send a text message. ليلى is not using a mobile phone. ليلى ما بتستعملش تليفون. she is using a tablet. استخدم تابلت. منى is smiling at her phone. منى is smiling at her. she is taking a selfie. بتاخد سيلفي. دي شوية معلومات عن سهى ورانا
وكل الجماعة الحلوين دول، تمام؟ طبعا الهدف من قراية القطع دي ان احنا بنعرف الجملة شكلها ازاي، ونعرف نتكلم ازاي، وفي نفس الوقت نعرف نكتب paragraphs، ده مهم جدا. والكلمات اللي احنا خدناها في الاول طبعا موجودة في المحتوى اللي قدامنا ده. ناخد exercise on vocabularies. choose a correct answer from A, B, C or D. It's polite to, انه يعني حاجة مؤدبة حاجة كويسة، to A. Your hands up first when you want to ask a question. طبعا put your hand A up. حاجة كويسة مؤدبة انت ترفع ايدك قبل ما تجاوب. With space to our friends through the window to say goodbye. طبعا we waved، احنا شاورنا الاصدقاء عشان نقول لهم ايه باي باي. Some girls have space hair. طبعا have ايه curly hair، شعر مجعد او مكرمش يعني. سهى isn't making a video call but he is talking to her friend. طبعا she is not making a video call. طيب pupils اللي هم التلاميذ should wear their school a every day. طبعا their school uniform، uniform بتاعهم. There is no space between the two books. They are so similar. There is no a difference. مفيش اختلاف. They are so similar يعني متشابهين جدا. There is no difference. Rats, rabbits and bats are not insects. طبعا الراتس اللي هو الفئران، والرابتس اللي هي الارانب، والباتس اللي هي الخفافيش ما تعتبرش ايه حشرات. They are ايه؟ طبعا they are birds. Birds too. I love space. I like watching trees, animals and flowers. طبعا I love ايه؟ nature. انا بحب الطبيعة. Read and correct the mistakes in these sentences. Soha is talking to the phone at the moment. طبعا is talking ايه؟ Soha is talking on the phone. On the phone مش to. On the phone. My favorite hobby is playing video game. طبعا my favorite ايه؟ hobby. My favorite hobby مش happy. The laptop is same to the computer is ايه؟ similar. Similar to. Similar to يعني ايه؟ متشابه يعني. I go outside when it's very heat or cold. طبعا it's very hot. Hot. H-O-T. ناخد الجزء بتاع الستركتشرز. ازاي بننفي المضارع المستمر، وازاي بنعمل سؤال في المضارع المستمر. طبعا خدناه من المحاضرة اللي فاتت بس نراجع عليه المرة. طبعا النيجاتيف ستيتمنتس ان انا بنفي المضارع المستمر. طبعا قلنا بنحط نوت بعد اما واذا او ار. وخلي بالنا نط النفي بتاعها ان ابوستروف تي. I am not او ابوستروف ام نوت يوزينج ذا تابلت. هي از نوت او هي ازنت رايتنج اني ميل. يو ار نوت او يو ارنت واتشينج تي في. وي ار نوت او وي ارنت رانينج. تمام. الكويستشن بقى ان انا بجيب الفعل المساعد في الاول اللي هو ام او اذا ار في الاول، وبعد كده الفعل، بعد كده الفعل وبقيه الجمله، ولو في اداه استفهام بحط اداه استفهام، بعد كده الفعل المساعد، بعد كده الفاعل، بعد كده الفعل ايه في الفيرب اي ان جي. طيب ار يو يوزينج ذا تابلت؟ يس اي ام. نو اي ام نوت. از هي رايتنج ان ايميل؟ هل هي بتكتب ايميل؟ قال يس هي از او نو ايه هي ازنت. وات ار يو دوينج؟ بتعمل ايه؟ او وات از هي او شي از رايتنج؟ بيكتب او بتكتب ايه؟ تمام. اكسرسايز اون ستراكشرز. Space رحمة sweeping the flower now. طبعا ايه؟ Is رحمة sweeping the flower now? Is رحمة sweeping the flowers now? Is. طيب what space the children doing? What are the children? طب ليه هنا are؟ عشان كلمة children جمع، مع ان ما فيهاش اس اهو. خلي بالنا من الكلمات الجمع، زي كلمة woman سيدات، او men رجالة، كل ده جمع، فمش لازم الكلمة تبقى آخرها اس عشان تبقى جمع. Is he glasses? Is he طبعا wearing. Is he wearing glasses? She isn't space at the hospital today. She isn't a. She isn't working at the hospital today. What is what space doing at the moment? What are they doing? طبعا what are they doing هم بيعملوا دلوقتي. What are your mom and Alia? طبعا what are your mom and Alia doing. Mira space studying English now. طبعا isn't study
ينج انجلش ناو. از هي سبيس ان ايميل، طبعا از هي رايتنج ان ايميل. ناخد قطعة اللي في الريدنج، ريد ان اباوت وائل اند مازن هو هاز جوت ا لابتوب، اللي هو عنده لابتوب. اي لاف تكنولوجي، ماي فيفورت هوبي از بلاينج فيديو جيمز، اي يوجوالي بلاي زيم اون ماي لابتوب بات سام تايمز اي بلاي زيم اون ماي موبايل فون. كان يو جيس ماي فيفورت ليسون ات سكول؟ Yes, it's computer studies. At the break and the lunch time, I stay in the classroom and I look at a video game website on my phone. ده وائل عنده 12 سنة بيتكلم عن نفسه، بيقول إن أنا بحب ألعاب الكمبيوتر طبعا وبحب الكمبيوتر studies. مازن بيقول لي I love nature، أنا بحب الطبيعة. I like walking and watching the trees، بحب أمشي وأتفرج على the trees والanimal والflowers. And insects all around us. كل الحشرات اللي حوالينا. I don't like being in the house. أنا بحبش أبقى في البيت. I like being in the garden. بحب أبقى في الحديقة. And looking at the sky. بتفرج على السماء. At school I always go outside at break. أنا في البريك دايما بخرج برا. I go when it's very hot or cold. بخرج سواء كان حر أو برد. I have got a mobile phone. عندي موبايل فون. I don't send text messages or make video calls on my phone. But I take photos of a flowers. باخد صور للflowers. تمام؟ هنا how are the boys similar? How are they different? طبعا في المقارنة ما بين مازن ووائل. في الايه العمر، وائل عنده كم سنة؟ وائل عنده 12 ومازن عنده 13. طيب الهوبي، طبعا اول واحد عنده playing video games والتاني ايه؟ Love nature، بيحب الطبيعة. Where he goes at break time، طبعا وائل بيبقى في الكلاس روم ومازن بيبقى ايه out. What he does in his mobile phones، بيعمل ايه في الموبايل. طبعا هنا وائل بيلعب he is playing video games ومازن ايه take photos of flowers. Take photos of a flowers، بياخد صور لايه الفلاور. طبعا دي اكسرسايز على lesson، ناخد فيها بس ال الconversation اللي قدامنا. What is your favorite place؟ قال له it is the A space near my house. What can you space in the in this park؟ I can see space. What space would you like to see on one day an eagle؟ طيب هو هنا قال له ايه What is your favorite place؟ قال له it is the A it is the park near my house. ليه بقى عرفنا منين؟ قال له طبعا What can you space in this park؟ فهو قال له يبقى هنا ايه It is the park near my house. What can you space in this park? What can you see? بتشوف ايه في الحديقة اللي قال له I can see طبعا lots of birds، عشان هنا off يبقى lots of birds، كثير من الطيور. What space would you like to see on one day? What birds would you like to see? What birds هو what kind of birds would you like to see one day؟ قال له an eagle النسر. طبعا دي قطعة وعليها اسئلة. طبعا زي ما متعودين احنا بناخد قطعة على طول في الشرح وبنجاوب. تمام؟ ودي choose، وهنا correct the mistake زي ما احنا برضو متعودين. وهنا write paragraph about which do you like more nature or technology. هتتكلم انت بتحب الطبيعة اكتر ولا التكنولوجيا اكتر، وتكلم عن نفسك يعني. وياريت نبدع ونكتب ونحط الحاجات دي في الكومنتس وانا هرد عليكم لو في اي حاجة خطأ. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم في اخر ليسون 5 6 and 7 في يونت 4. باي باي.